مهيمة والمتتبعي المريخ أو وتدعى أيضا مانجالين بالسنسكريتية، وهي عبارة عن مسبار فضائي يدور حول المريخ منذ 24 سبتمبر عام 2014. أطلقت منظمة البحوث الفضائية الهندية المهمة في 5 نوفمبر عام 2013، وتعتبر هذه المهمة أول مهمة للهند بين الكواكب، وأصبحت رابع وكالة فضاء تصل إلى المريخ بعد روس كوزموس ونالسن ووكالة الفضاء الأوروبية. أصبحت الهند الدولة الآسيوية الأولى التي تصل إلى مدار المريخ والدولة الأولى في العالم التي تقوم بهذا من المحاولة الأولى. انطلق مسبار مهمة المتتبع المريخ من منصات الإطلاق الأولى في محطة ساتشدافان الفضائية شريهار كوتارين شارين في أندرا برديش على متن مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية الصاروخ 25 في الساعة 09 صفر ثمانية بالتوقيت العالمي الموحد في 5 نوفمبر عام 2013. كانت نافذة الإطلاق مفتوحة لمدة 20 يوم تقريبا، بداية من يوم 28 أكتوبر عام 2013. قضى المسبار إيم شهر تقريبا في مدار الأرض، إذ قام بسلسلة من 7 مناورات مدارية لتغيير مستوي المدار عند نقطة الأوج قبل أن يدخل في مسار إلى مدار المريخ في 30 نوفمبر عام 2013 بالتوقيت العالمي الموحد. وصل بعد 298 يوم إلى المريخ، ودخل في مدار حوله في 24 سبتمبر عام 2014. تعد هذه المهمة مشروعا تجريبيا لتطوير تقنيات التصميم والتخطيط والإدارة وعمليات التشغيل ضمن المهمات بين كوكبية. وتحمل المهمة 5 أجهزة علمية. يدير المهمة حاليا مركز مراقبة المركبات الفضائية عن طريق شبكة القياس والتتبع والقيادة في منظمة البحوث الفضائية الهندية ISTA في بنغالور، بالإضافة إلى دعم من هوائي شبكة الفضاء السحيق الهندية IDSN في بنغالور كرناتاكا. نبذة تاريخ عن رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية جي مادهاف ناير لأول مرة عن المهمة غير المأهولة إلى المريخ على الملأ في 23 نوفمبر عام 2008. بدأ المعهد الهندي لعلوم الفضاء والتكنولوجيا بدراسة جدوى فكورة مهمة إيم في عام 2010، وذلك بعد إطلاق القمر الاصطناعي شاندرين واحد إلى القمر في عام 2008. وافق رئيس الوزراء مانموهان سينغ على المشروع في 3 أغسطس عام 2012، وذلك بعد أن أنهت منظمة البحوث الفضائية الهندية الدراسات المطلوبة للمتتبع والتي كلفت 125,107 روبية 18 مليون دولار.
كانت تتوقع أن تسيل تكلفة المشروع بالكامل حتى 454.57 روبية 64 مليون دولار. كلف المتتبع 153.21 مليون دولار، ووزع الجزء المتبقي من الميزانية على المحطات الأرضية والتحسينات المتعاقبة في مشاريع منظمة البحوث الفضائية الهندية الأخرى. خططت وكالة الفضاء إجراء عملية الإطلاق في 28 أكتوبر عام 2013، لكنها أجلت إلى 5 نوفمبر بسبب تأخر سفن تعقب المركبة الفضائية التابعة لمنظمة البحوث الفضائية الهندية في أخذ مواقعها المحددة بسبب الطقس في المحيط الهادئ. ولأن فرص الإطلاق في مدار هوهمان الانتقالية الموفرة للوقود تسنح كل 26 شهرا، كانت فرصات الإطلاق التاليتان في 2016 و 2018. بدأ تجميع مركبة الإطلاق بإيسيل في إكسيل المعروفة باسم سي 25 في 5 أغسطس عام 2013. انتهى تثبيت الأجهزة العلمية الخمسة، والذي جرى في مركز منظمة البحوث الفضائية الهندية للأقمار الصناعية في بنغالور، ونقلت المركبة الفضائية الجاهزة إلى شري هاريكوتا في 2 أكتوبر عام 2013 من أجل دمجها مع مركبة الإطلاق بي إس إيل في إكس إيل. زيدت السرعة في تطوير المتتبع وجرى الانتهاء منه في وقت قياسي بلغ 15 شهرا. وأكدت ناسا مرة أخرى في 5 أكتوبر 2013 أنها ستزود المهمة بالدعم الملاحي والمتعلق بالاتصالات، على الرغم من تعطيل الحكومة الفيدرالية الأمريكية. وقعت ناسا ومنظمة البحوث الفضائية الهندية خلال اجتماع في 30 سبتمبر عام 2014 اتفاقية إنشاء مسار المهام المستقبلية المشتركة لاستكشاف المريخ. واحد من أهداف فريق العمل هو استكشاف الأرصاد الموحدة المنسقة الممكنة والتحليل العلمي تحليل البيانات العلمية بين المتتبع مافن إيم أو إيم، بالإضافة إلى مهام المريخ المستقبلية والحالية. الفريق بعض العلماء والمهندسين المشاركين في المهمة. قائد المهمة كايراد كريشنان. إسرا ما كريشنان المدير الذي ساعد في تطوير نظام الدفع السائل في صاروخ الإطلاق بي إس إيل في. مدير المشروع في برنامج بي إس إيل في بيكون هي كريشنان. وكان أيضا مدير مهمة بي إس إيل في سي 25 ومهمة المتتبع المريخي. مومي تادوتا مديرة مشروع مهمة إيم أو إيم. نانديني هارناتش نائبة مدير عمليات الملاحات. ريتو كاريد نائبة مدير عمليات الملاحات. بيس كيراني مساعد مدير مشروع ديناميكيات الرحلة. فيكسا فاراجو مدير مهمة إيم أو إيم. فيكوتي شاراراوين الأمين العلمي لمنظمة البحوث الفضائية الهندية.
شندرادات مدير نظام الدفع السائل. إيهي إيس كيرانيكوما مدير مركز تطبيقات الأقمار الصناعية. نادوراي مدير البرنامج والمسؤول عن إدارة الميزانية بالإضافة إلى الإشراف على بنية المركبة الفضائية وجدول الأعمال والموارد. مايا سوبراساد مدير مركز ساتيش دافاني للفضاء. أيضا رئيس مجلس تصريح الإطلاقي. إسكاي شيفاكومار مدير مركز الأقمار الصناعية في منظمة البحوث الفضائية الهندية. أيضا مدير مشروع شبكة الفضاء السحيقي. سوبي أروناني مدير مشروع في إيم أو إيم. بيجاي كومار مدير مشروع مساعد في برنامج بي إس إل في. ومسؤول عن اختبار الأنظمة الصاروخية. إسباني سيلفام المدير العام الأساسي في ميناء الصواريخ شري هاري كوتال، وكانت مهمته التأكد من جداول الإطلاق. التكلفة الإجمالية للمهمة 457 روبية 3.7 مليون دولار تقريبا، وهذا ما جعلها المهمة المريخية الأقل تكلفة. عزا كيراد كريشنان رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية: التكلفة المنخفضة للمهمة إلى عوامل متعددة، من بينها النهج المعياري، والاختبارات الأرضية القليلة، وهي من العمل الطويلة العلم 1820 ساعة. أشار جوناثان آموس من قناة بي بي سي إلى تكلفة العمل المنخفضة والتقنيات المحلية والتصميم الأبسط وتعقيد الحمولة المنخفض بشكل ملحوظ بالنسبة لمسبار نلسون مافن. أهدد فوت المهمة الهدف الأساسي للمهمة تطوير التقنيات اللازمة لتصميم وتخطيط الإدارة والعمليات للمهمة بين كوكبية. والهدف الثاني استكشاف معالم ومورفولوجيا ومعدنية مينرولوجي سطح المريخ والغلاف الجوي المريخي باستخدام أجهزة علمية محلية. تضمن الأهداف الرئيسية التي تتمثل في تطوير التقنيات اللازمة لتصميم وتخطيط الإدارة والعمليات للمهمة بين كوكبية المهام الرئيسية التالية: مناورات مدارية لنقل المركبة الفضائية من مدار حول الأرض إلى مسار حول الشمس، وفي النهاية الوصول إلى مدار المريخ. تطوير نماذج وخوارزميات القوة لأجل المدار وحسابات الوضعية التوجيه وتحليلها.